نبغى نتكلم شوية عن آلية إصدار الوثيقة، وثيقة التأمين الصحي التي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة. طبعا الإجراءات عادة تكون بهذه الوثائق سنوية، يجري صاحب العمل يرفع قائمة بأعداد الموظفين وأعمارهم، ويتم يعني تقديمها لشركات التأمين المؤهلة من المجلس، وبناء عليه تقوم شركة التأمين بتقديم باقات مختلفة. ما يضمنه مجلس الضمان الصحي هو ما يسمى بوثيقة الحد الأدنى لحدود التغطية والمنافع، يعني ما هو الحد الأدنى من الخدمات اللي يجب أن تشمل في أي تأمين، وهذا يضمن حق صاحب العمل والمؤمن لهم انهم ما ياخذون اشياء اقل من يعني المعتمد. وطبعا احنا اعتماد الخدمات يجري وراجع بشكل دوري بناء على مستهدفات برامج التحول في القطاع الصحي واهداف المملكه 2030. طيب اعطيك مثال اذا تسمح لي. تفضل. يعني مثلا اليوم عمليه مثل عمليات السمنه، نعرف انه زياده الوزن هي واحده من المشاكل اللي تؤدي الى السكر والضغط الى اخره، لم تكن مشموله قبل سنتين بعد الدراسه ويعني قياس اثر السمنه على صحه الفرد والمجتمع، تم ادراجها من ضمن الخدمات او المنافع اللي ممكن يحصل عليها المريض او عفوا المؤمن له من الحد الادنى. يعني لا يمكن اي شركه تامين تصدر وثيقه ما فيها عمليات السمنه تعتبر مخالفه لنظام مجلس الضمان الصحي. نعم. اليوم ايضا صدر امر سامي من يعني يوجه بدراسه اضافه خدمات الرعايه المنزليه، ايضا الان هذا قاعد تدرس، وكل هذا يخدم مين في النهايه؟ يخدم المستهدفات الصحيه ويخدم يعني المواطنين والمقيمين في هذا البلد. نعم. استاذ عثمان، يعني بعض الشركات في القطاع الخاص تعطي تامين اقل درجه ليوفر طبعا الحد الادنى من الخدمات، لكن المستهلك احيانا لما يروح لبعض المستشفيات يشعر ان هناك رفض بعض الخدمات ايضا يمكن ما تقدم له بالشكل الكبير. انا اقصد انه اليوم الثقافه الفرديه انه لي حقوق، الى اين اتوجه اذا شعرت اني والله ما استفدت من هذه البطاقه اللي ما تم التعامل معها لان والله درجتها قليله وليست من ذات الدرجات العاليه، كيف اتعامل مع الموقف؟ اشكرك جدا على هذا السؤال. اليوم احنا لما قارنا الحد الادنى من المنافع، يعني اقل حد من التأمين اللي انت تاخذه مقارنة بكثير من الدول، يعتبر يعني منافع يعني جيدة جدا. طبعا احنا نتطلع لتطويرها لكنها ممتازة. احنا دائما نؤكد اي مؤمن له او صاحب عمل يواجه اي مشكلة او تحدي، فتحنا كل القنوات في مجلس الضمان الصحي، احنا دائما المستفيد اللي هو صاحب العمل او المؤمن له هو يعني رقم واحد بالنسبة للمنشأة. فإما يتم التواصل عن طريق تطبيق المجلس أو عن طريق الهاتف الرقم الموحد، ويتم فتح الطلب، وفي حال ثبت عدم وجود رفض مقدم خدمة لمنفعة موجودة حسب الوثائق الحد الأدنى يتم التعامل معها حسب الإجراءات القانونية، وهذا طبعا يعتبر مخالف للنظام. لذلك أنا من منبركم اليوم أقول مجلس الضمان الصحي كله آذان صاغية ويمد يديه لأي شخص يواجه أي تحديات، فقط اتصل علينا من خلال قنوات التواصل حتى في السوشيال ميديا، وحنكون إن شاء الله يعني ملتزمين في يعني الإجابة ودراسة كل حالة على حدة. نعم، يعني بس عشان استوضح هذه النقطة، الموظف اللي لم يحصل على هذا الضمان ممكن يرجع لكم وبدوركم تقومون بتوفير هذا الحق له. صحيح. اليوم احنا مع وزارة الموارد البشرية اطلقنا مبادرة اعلنت قبل فترة، من شأنها ان تحدد عدد المسجلين في التأمينات الاجتماعية، ونقارنها بقاعدة البيانات الموجودة في المجلس اللي تحدد كل المؤمن لها. عندنا قاعدة بيانات ضخمة جدا بعد تأسيس إدارة جديدة، عندنا إدارة تنفيذية السياسات والبيانات والامتثال، فيها علماء بيانات سعوديين على مستوى عالي يقومون بالمقارنة بين قاعدة البيانات الموجودة في
وزارة شؤون الموارد البشرية عفوا، وقواعد البيانات الموجودة عندنا. واليوم يعني الامتثال هو حدود 87%، يعني 87% من اللي المفروض يأمنون الآن اليوم مؤمنين. نعم. الفرق اللي هو مو مؤمن، احنا يعني اطلقنا حملة لأكثر من 2000 شركة اليوم مخالفة للنظام، وقاعدين نتابع معهم ونتوقع التزامهم الكامل إن شاء الله خلال شهر. أيضا إذا كان فيه أي شخص يعمل في القطاع الخاص وحسب النظام هو يستحق إلى تأمين ولم يؤمن عليه صاحب العمل، يمكن أن يتواصل معنا ونحن نكفل له هذا الحق من خلال النظام اللي موجود عندنا. نعم. وموجود عند وزارة الموارد البشرية. الله يقويكم، جهود مباركة، كل الشكر لك على هذه المداخلة. متحدث مجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأستاذ عثمان القصبي، شكرا لك.